زي ما برضو اتحاد كره القدم النهارده منزل رساله طالب فيها دعم الجماهير للمنتخب الاولمبي امام زامبيا في بدايه مشواره في التصفيات المؤهله لامم افريقيا تحت 23 سنه المؤهله الى اولمبياد باريس. ان شاء الله الجمهور يكون حريص على دعم المنتخبات الوطنيه، زي ما قلت لحضراتكم النهارده او امبارح وانا بتكلم مع حضراتكم قلت لكم 25,000 متفرج للمنتخب الاولمبي و20,000 متفرج للمنتخب الاول، حاجه جميله جدا، وانا متاكد ان شاء الله ان هيبقى موجودين وبكثره، لان المنتخب يحتاج، المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول يحتاج الحقيقه الى تواجد كبير من الجميع. النهارده ايضا لفته جميله من محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر الاول اللي كان حريص على زياره معسكر منتخب مصر الاولمبي خلال المران الختامي قبل مواجهه زامبيا لتشجيع اللاعبين ودعمهم. الحقيقه لفته جميله جدا جدا من نجم كبير زي محمد صلاح، الكل الحقيقه بيبقى سعيد وفرحان ومبسوط بوجود محمد صلاح دائما وسط اللاعبين حتى منتخب الاولمبي، زي ما حضراتكم شايفين حاجه كده يعني فخر لينا كلنا. محمد صلاح سيظل دائما فخر لكل العرب ولكل المصريين، وزي ما حضراتكم شايفين اللعيبه كلها الصغيرين بيبصوا لمحمد صلاح نفسهم يبقوا زيه، نفسهم يبقوا زيه. فالحقيقه مبادره جميله جدا من نجم كبير جدا جدا جدا، ان شاء الله المبادره دي تعمل شيء جيد لبكره في هذه المباراه. نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر الاولمبي.